السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة النصيحة الثالثة من المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونستكمل باقي قراءة الكلمات. قرأنا الكلمة التي بقى إيه؟ خمس أحرف. سهل جدا، اقرأ سهل جدا، بس قبل ما تقرأ استمع، ولما تيجي تستمع استمع جيدا، واعرف الكلمة واعرف الحروف بتنطق ازاي. هل الحرف ده من الحروف المفخمة صا ولا سا، ضا ولا دا، قا ولا كا؟ استمع جيدا، لو استمعت جيدا وتكتب نفس الحروف اللي انت استمعت لها بفضل الله مش هتخطأ ولو 1%، هتكتب الكلمة صحيحة 100%. يبقى الاستماع الجيد والكتابة كما استمعت. حرف مفخم يكتب مفخم، حرف مرقق يكتب مرقق. الصاد تكتب تسمعها صا وتكتب صا، مش اسمعها صا واكتبها سين، او اسمعها او المعلم او اللي هيملني يقول لي الصياد وانا اقول السياد ويعملها انا سين، يبقى اسمع صح واكتب غلط، او اسمع صح او اسمع غلط واكتب برضه غلط، اسمع غلط واكتب غلط. ركز معايا، لو بصينا كلمه ايه القمر، هناخد بقى بعض الكلمات، هناخد دي نحدد حواليها ايه، ودي ودي ودي. ومش هينفع اخد دي ولا ينفع اخد دي ولا ينفع اخد دي ولا ينفع اخد دي ولا دي. وهقول لك ليه حاجه، ركز معايا كويس جدا جدا. احنا قرانا في الحلقه اللي ايه السابقه، ها الساكن مع اللي قبل، الساكن حرف الساكن يقرا الساكن مع اللي قبل، يبقى حط خط تاني، والساكن مع اللي قبل يبقى انا قبل ما اقرا الكلمه لازم اشوف الاول حرف الساكن فين واحط خط تحت الساكن مع اللي قبل. خلاص، يبقى اول حاجه قبل ما اقراها ما تدخلش كده، انت لما بتيجي تطلع بيتكم على الدور الثاني او كده الثاني او الثالث ما بتطلعش من اول درجه للباب على طول، يعني تطلع درجه درجه، بس عشان تقرا صح لازم تشاهد الاول الكلمه الاول، تشاهدها الاول وتحدد فين الساكن مع اللي قبله. طب يا استاذ انا في اصلا كلمات كتيره ما فيهاش حركات ولا فتحه ولا كسره ولا ضمه، اتعلم بقى مني دلوقتي ازاي تقرا الكلمه بالفتحه والكسره والضمه وتكتبها في صفحه مقابله لها زي اللي كده بالظبط اهي، صفحه مقابله لها بالظبط اهي، بس من غير ولا فتحه ولا كسره ولا ضمه. لما تقرا دي صح هتيجي الكلمه دي جات لك في كتاب، جات لك في اي حاجه، هتقراها صح، اي من غيرها، من غير حركات اهو. ليه؟ لان قراتها قبل كده صح. طب وانا كل كلمه اقراها لا كتير خالص، الكلمات اللي بقولها دي موجوده كتير جدا في الكتب، وفي الكلمه لها معنى حسب سياق الجمله، زي ايه كلمه ايه صدق، لو كاتب بعدها الله العظيم اقول ايه، صدق الله العظيم ولا صدق الله العظيم؟ صدق اهي، ينفع اقول صدق او صدق الله العظيم؟ لا، صدق. يبقى الكلمه ممكن تقرا حسب سياقها في الجمله، حسب وضعها في الجمله، اقدر احدد لها الحركات بتاعتها حسب وضعها في الجمله. صدق هذا الرجل، يعني صدق لو بعدها كلمه هذا الرجل يبقى صدق هذا الرجل، ماشي؟ او صدق هذا الرجل، لا طبعا،
صدق صدق الله العظيم، صدق الله العظيم اهي، ما اقولش ايه صدق الله العظيم او صدق الله العظيم. يبقى اذن الكلمه من غير حركات انا اقدر احط لها حركات ايه حسب وضع الكلمه في الجمله، حسب مكانها في الجمله. تمام؟ طيب ناخد الكلمه دي، احنا قرأنا حطينا الساكن مع اللي قبله والمد، الساكن مع اللي قبله، يبقى هقرا الاثنين دول مع بعض اهو، وهقرا الاثنين دول مع بعض، ودي اللي هتقرا لوحدها. ال، انت الحرفين الاثنين في صوت واحد بس، ال ما قلتش الا، ال قا ال، وافضل اكرر بقى ال قا ال قا. انا بكرر ليه؟ ليه بالتكرار؟ عشان الكلمه تركز بس في دماغي، عشان لما اقرا بقيه الكلمه ابقى عارفها كلها. ما اقولش ال قا مر ألق مر وانا ما فهمتش اصلا، انما لو عدت على الكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه هفهم هتكتب ازاي، تقرا ازاي. القى القى قا وليست كا، القى مر مر، يبقى القى مر القى مر القى مر القى مر القمر. تمام؟ خلاص عرفنا الكلمه، شطبنا على الكلمه دي وشطبنا على الكلمة دي وعلى الكلمة دي ودي ودي ودي، وهنقول ليه دلوقتي، بس بعد ما نضيف الألف واللام دول على الكلمة دي. الكلمة دي اسمها إيه؟ ها؟ من يقرأها؟ ها؟ هتقرأها إزاي؟ أيوة يا أستاذ، الباء لوحدها واللام والدال مع بعض، عرفناها في الحلقة السابقة، برافو عليك. ها؟ بلد بلد. طيب لو زودت لها ألف ولام بقت كلمة من خمس أحرف أهي، ها؟ ألف ولام، ال ألف ولام تنطق إيه؟ ال، ودايما الألف مفتوح واللام ساكنة، السكون ممكن يبقى بالشكل ده زي ما احنا قلنا في الحلقة السابقة، أو بالشكل ده، بالشكل ده في القرآن، وبالشكل ده في الإيه؟ في الكتب بتاعتنا العادية. ال، وهاخد دي الكلمة دي هشبكها ببعضها، اللي مش عارف يشبك الكلمة، اللام مد ايديها اهي، مش محتاجة حاجة، محتاجة حرف يلزق فيه يتصل بيه اهو، ها يتصل بيها اهو اهو، الباء مد ايديها اهي، عايزة حرف يتصل بيها، ما اعملش بقى لام هنا لوحدها، امال دي مد ايديها ليه؟ اهي ادي اللام التانية، واللام مد ايديها اهي، عايزة حرف الدال اهو، محتاجة كلام، هو التوصيل محتاج كلام، الحرف مدد ايده اهو، بيقول لك ايه؟ امسك فيا، امسك فيا اهو، مدد ايدي عشان يبقى في حرف بعد مني لازم يتصل بيا. طالما الحرف مدد ايده على السطر كده يبقى لازم الحرف اللي جاي لازم يتصل بيه، لازم. ما ينفعش يكتب لوحده، ما ينفعش خالص. تمام؟ وما ينفعش تعمل لي اللام كده، ما تعملش، ما ينفعش تعمل لي كده، ألف ولام وتروح اعمل لي ايه؟ البه كده. ايه ده؟ طب ما هي لام من الحروف المتصله اللي بتتصل باللي قبلها واللي بعدها. ابقى اعمل ايه يعني؟ ايه الحروف اللي بتتصل باللي قبلها واللي بعدها؟ مش احنا خدنا الحروف السته؟ قاعده الحروف السته خدناها في المستوى الاول. خدناها في المستوى الاول، الحروف السته اللي انت ما اللي ما يعرفش ياخد الايه؟ حلقات المستوى الاول. طيب. ال ها بلد البلد البلد اهي، ال تنطق الالف واللام مع بعض اهي، ها واللام والدال لوحدها اهي، ال با الب 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 البلد البلد. ها الكلمه اللي بعديها فين؟ ها ال ها قال ايه؟ ها من يقرا معايا؟ عراء؟ لا مش عراء، ها العين اللي تقرا لوحدها، ركز بس
ليه؟ لان تقرا عليه، لان الحرف اللي بعد العين الحرف اللي بعديه ساكن، يبقى الاثنين دول هيقروا مع بعض، يبقى دي لوحدها. اقول عا وقف، عا رب رب، عا رب عرب عرب، ال ها العرب العرب الع اهي اللام بتاعت ايه؟ العين اهي شبكه فيها على طول اهي، عا رب واضحه زي الشمس. العين مادة ايه؟ هشبك فيها الراء. الباء، الراء بقى مادة ايه؟ لا مش مادة ايه يا استاذ، ده نازل على السطر، يبقى الباء تكتب لوحدها. تمام؟ بكل سهولة واضحة زي الشمس. كلمة واضحة زي الشمس، حروف واضحة زي الشمس، أي حرف. عشان كده بقول لك اكتب يا باشا على السطر. الحرف اللي يكتب على السطر تكتبه على السطر. مش تكتب بقى تحت السطر وتعمل حروف ارقامها وشكلها وشكل غريب كده، ها؟ طب ما انت لازم تغلط، ما انتش عارف اصلا فين الحرف اللي على السطر وفين الحرف اللي تحت السطر. تمام؟ يعني ما تعملش القاف كده مثلا. قاف كده. ايه ده؟ طب ما هي نزلت تحت السطر. طب هل هي تتصل ولا ما تتصلش؟ ما انتش عارف طبعا. ممكن تروح جاي سايبها بقى كده وعامل بعدها اللام والميم. اللام والميم، اي حاجه غلط. غلط. شوف القاف معمولة ازاي؟ دماغ القاف فوق السطر ورقبتها فوق السطر، القاعدة بتاعتها على السطر، يبقى القاعدة بتاعتها على السطر، يبقى ترسم الحرف زي ما أنت شايفه. لو رسمت الحرف صح صدقني مش هتغلط في الكتابة. إنما أنت الخط جميل قدام، أه جميل يا أستاذ والله الخط. متشكرين جدا على كل اللي بيشكر في الخط، متشكرين جدا. أه بس أنا مش عايزك تشكرني، لا أنا عايزك تاخد من نفس شوف أنا بكتب ازاي؟ وحاول تكتب أقل حاجة خالص انك تكتب على السطر زي ما انا بكتب. ما بقولكش اعمل لي القاف بالشكل الجميل ده. لا. بس لما تيجي تعمل مثلا حرف زي حرف القاف او حرف الجيم مثلا، ها؟ اعمله على السطر. على السطر اقل حاجه على السطر. ان شاء الله يكون كده اهو. مش مشكله. بس على السطر زي ما هو على السطر كده. القاف اهي. هعمل خمسه كده اهو. كده اهو. وهعمل واحد كده اهو. بس على السطر. ما اعملش كده. واعمل قاف والنقطتين النقطتين اطول من الالف وحاجه كده مش كويس خالص، بنشوفها كتير جدا في كراسات الطلبه للاسف يعني. ماشي؟ ركز معايا، انا قلت هنا القمر. هنا البلد. العرب. ممكن ازود الف ولام هنا؟ اه تبقى ايه؟ اكتب بقى واجب. القلم، اكتبها لي بخط ايدك وتابع الواتس. القلم. طب نكتب هنا؟ نزود هنا؟ اه البنت. تمام. طب ليه بقى احنا ما عملنا علامه خطا هنا؟ ليه؟ اشمعنى؟ وعملنا على ده كله صح صح صح، ليه ليه؟ ليه ليه؟ اقول لك ايه؟ ركز معايا كويس جدا. ركز. ليه عملنا دي كده؟ لان دي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اي الف ولام تنطق ايه؟ ال، صح؟ اهي ال تنطق ال بس بشرط. شرط؟ ده الف ولام يا استاذ، هننطقوا ال يعني هننطقوا ال؟ لا يا حبيبي، في الف ولام تكتب اهي، الف ولام تنطق، والف ولام الا ما تنطق. يا استاذ دي طويله عندي؟ لا ولا طويله ولا حاجه، الاثنين قد بعض وشكل بعض. ودي الف من غير همزه، الالف من غير، ودي لام ودي لام، ودي عليها سكون ودي عليها سكون، بس دي تنطق ودي لا تنطق، ازاي؟ طب انا اعرف ازاي؟ ركز بقى كويس. استكمال درس اليوم النهارده ان شاء الله. استكمال درس اليوم. امتى انطق بقى الالف واللام؟ ال ال، ما انطقش الالف بس وارجع انطق الحرف اللي بعد اللام وما انطقش اللام. امتى انطق بقى الالف واللام؟ بكل سهوله، اذا جه الحرف اللي بعد اللام عليه اي حركه من الثلاثه دول، فتحه أو كسرة أو ضمة.
يعني يا أستاذ؟ يعني أي حرف بعد اللام، أي حرف بقى، أي حرف بعد اللام عن الفتحة أو كسر، هنعمل الحرف ده بلون تاني عشان يبقى إيه الأمور واضحة خالص. عليه فتحة أو كسر، أو ضمة، إيه ده يا أستاذ؟ هو في حرف هيبقى عليه الثلاث حركات؟ لا طبعًا، ألف ولام بعدها حرف الباء، الباء بقى ممكن تكون على فتحة، عليها كسرة، تحتيها كسرة، عليها ضمة، مش مشكلة. يبقى أي حرف يجي بعد اللام عليه فتحة أو كسرة أو ضمة هننطق فيها هنا الألف واللام، نقول ال لو هي مفتوحة ب أو ال بي أو ال بو. يبقى إمتى أنطق اللام؟ لو الحرف اللي بعد اللام عليه فتحة أو كسرة أو ضمة. قال لك طب لو ما عليهوش حاجة ما ينفعش، ما عليهوش ما ينفعش يبقى معلهوش. لا ينفع يا استاذ، يعني بتشوف كلمات كتير معلهاش اي حركه. ركز معايا، ركز في اللي انا هقوله لك ده. ممكن نمسح بقى السطر ده وهتكتب لي الحروف اللي انا هقول لك عليها دي. الألف شرط يكون عليه همزة، الباء الجيم الحاء الخاء العين الغين. نعملها بقى غين كده، او نعمل العين كده او الغين كده، بعدين ده هتتصل اهي، عين غين فاء قاف كاف لام ميم الهاء الواو الياء. هنعدهم مع بعض كده، انتوا 14 يبقى صح، اقل من 14 يبقى لسه ناقصين حرف، اكتر من 14 يبقى في حرف مختلف. هنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حرف. ال 14 حرف دول بقى اي كلمه تبدا بالف ولام بعدها اي حرف من ال 14 دول هنقول عليها ال ا. شوفي ال ا ال ب الجا الحا الخا الع الغا الفا القا الكا الماء الهاء الواء الياء. ايه ده بقى يا استاذ؟ ركز، عملنا علامة خطأ على حرف الصاد، هو في صاد هنا؟ ابدا.
يبقى اي كلمه اولها الف ولام بعدها حرف الصاد ما هو مش موجود هنا اهو، مش هنطق اللام. ودي طبعا ايه بنقول عليها اللام الشمسيه، مش هنتكلم فيها دلوقتي، بس انا بديك فكره. بقول لك ازاي هتقرا الالف وانت تقرا الالف ولام بسهوله، تقرا الالف ولام بسهوله اذا جه بعدها اي حرف من ال 14 دول. مش هحفظهم يا استاذ. تمام، ما تحفظهمش، بس لازم تعرف ان اي كلمه اولها الف ولام بعدها حرف عليه فتحه او كسره او ضم. مش معنى فتحه او كسره او ضم، ما انا هقول لك اهو العلامه اللي انا هقولها لك دي، ركز فيها كويس. العلامه دي اسمها شده. الشده دي ما بتجيش لوحدها، لازم الشده دي يجي معاها يا اما فتحه بنقول عليها شده وفتحه، يا اما كسره يبقى شده وكسره، يا اما ضمه يبقى شده وضمه. ركز كويس جدا بقى بدول. اي حرف اقوله الف ولا بعديه حرف عليه العلامه من العلامات دي يبقى لا مش هننطقها ومش هنتكلم فيها. مش هقعد اتلخبط يا استاذ، عايز حاجه سهله. عشان كده بقول لك اي كلمه اولها الف ولا بعدها حرف عليه فتحه بس مش شده وفتحه، كسره بس مش شده وكسره، ضمه بس مش شده وضمه، هقرا الالف واللام. الباء البي البو الا الاي الاو الجا الجي الجو الحاء الحي الحو. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله في النصيحه الرابعه باذن الله نبدا ناخد كلمات على الحروف دي باذن الله. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد +2 010-211-69941. والى لقاء اخر، نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.